الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا ندفع شبهة من الشبهات التي يتعلق بها الملحدون ويتعلق بها هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون. فمن ذلك أنهم قد يقولون إن القرآن، حاشا لله، يقولون إن القرآن قد اضطرب في وصف البعث. اضطرب في وصف البعث، كيف ذلك؟ يقولون مثلا إنه تارة يصف بعث الأجساد وبعث الأرواح في الأجساد وخروج الأجساد من القبور، يصفها بأنها تشبه خروج النبات من الأرض وخروج الزرع من الأرض، وتارة يصفها بأنها تكون كالفراش المبثوث، وتارة يصفها بأنها كالجراد المنتشر. فأي هذا الوصف هو الصحيح؟ يعني بعث الأجساد يكون كخروج النبات من الأرض، ولا مثل الفراش المبثوث، ولا مثل الجراد المنتشر؟ هذا موجود في القرآن. يعني مثلا في سورة قاف يقول الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات عاليات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، وأحيينا بهذا الماء بلدة إيه؟ ميتا. ثم يقول: كذلك الخروج. كذلك الخروج، الخروج يعني خروج الإيه؟ الأجساد، وبعث الأجساد من الإيه؟ القبور ليوم الإيه؟ البعث ويوم النشور. كذلك الخروج، إزاي كذا؟ كيف يكون ذلك كذلك الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك بأنه إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل ينزل ماء من السماء، أو ينزل مطرا كالطل أو كالظل في رواية، فينبت الناس ينبت الناس ويخرجون من الأرض، ينبتون كما ينبت البقل، زي ما تخرج البقول كده الخضراء، ينبتون كما ينبت البقل، كل واحد يطلع كده يتزرع كده إيه في مكانه وينبت من إيه. قال إن يهلك ابن آدم ويفنى ابن آدم كله، والأرض تأكل كل شيء من ابن آدم إلا إيه؟ بذرة كده صغيرة في آخره تسمى إيه؟ عجب الذنب، في آخر سلسلة الظهر، عجب الذنب دي تبقى، دي البذرة بقى اللي إيه؟ اللي هينبت الإنسان، دي تبقى كل حاجة فيك تتاكل، وكل العظم والجلد كل والعصب كل ده الأرض تأكله، ويبقى عجب الذنب بذرة كده في آخر سلسلة الظهر، دي لا تؤكل، دي الأرض لا تأكلها، ينبت منها الإنسان، المطر ينزل عليها فتنبت وتنبت. هذه صورة للإحياء، هذه صورة، أول صورة للإيه؟ للبعث وللنشور. صورة تانية القرآن يذكرها، يقول: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شوف كده، اتفرج على الفراش المبثوث، شوف 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 الفراش عامل ازاي، كالفراش المبثوث، الصورة دي كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شوف صورة الفراش المبثوث، شوف الزحام، وشوف اللي كله متشابك في بعضه، ازاي يخرج الناس من القبور لكسرتهم وسكرتهم، ويعني فكله يتخبط في بعضه كده. ولذلك جاءت الصورة تسمى القارعة، القارعة تقرع كل شيء، الناس يقرع بعضهم بعضا. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. طيب، يبقى مرة بيخرجوا مثل الإيه؟ النبات مثل الزرع، ومرة يخرجوا كالفراش المبثوث، ومرة تانية يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، في صورة القمر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. شوف كده، شوف صورة الجراد، شوف شوف الجراد خارج ازاي، بعد ما البيض، الجراد وضع بيضه في الأرض والبيض ده فأس، وبص بص بص شوف 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 أفواج الجراد، شوف أفواج الجراد ملايين خارجة من الأرض، زي شوف المنظر ده، سبحان الله، منظر عجيب يشبه بالفعل خروج الناس يوم البعث، كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون من القبور يسعون كما يخرج الجراد، ينتشرون كالجراد المنتشر. كل هذه مشاهد لمشاهد بعث الإنسان يوم القيامة وخروجه ليوم البعث ويوم النشور.